بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن في المحاضرة الأخيرة من الشابتر رقم 5 اللي هو متعلق بالجاسترونتستينال بروبلمز اور ديس اوردرز. هنتكلم عن آخر شيء في مشاكل الجهاز الهضمي، ممكن بيكون مغطين له معظم المشكلات، لكن بظل في أشياء الإنسان بياخذها في مساقات أخرى. العلم لأنه علم تمريض الأطفال علم يعني واسع. إينوريكتال مالفورميشن، عنوان اليوم إينوريكتال مالفورميشن اللي هو العيوب الخلقية أو تشوهات الريكتم والإينس. تشوهات اللي هو القناة الشرجية ريكتم والإينس. The term إينوريكتال مالفورميشن encompasses multiple congenital anomalies of the rectum. يبقى بكون هنا هذا المعنى، المفهوم هذا الريكتال مالفورميشن بيشمل congenital anomalies of the rectum، عيوب خلقية في الريكتم، في اليورين تراكت اند ريبرودكتيف سيستم، او عيوب خلقية في الريكتم والجهاز البولي والجهاز التناسلي. What are the types of anorectal malformation؟ يبقى تعني يعني anorectal malformation انه يكون في congenital anomalies في الريكتم، في urinary tract and reproductive system. types: imperforate anal membrane، يعني الطفل فيش فتحة من تحت، فيش فتحة شرج. imperforate anal membrane، infant fails to pass meconium، greenish bulging membrane is seen. بتلاقي هذه الفتحة من تحت مغطية بيش؟ بغشاء يعني اخضر اللون او بقطع خضار. انفنسل الطفل بنزلش ميكونيوم لانه فتحه الشرج منسده باللي هو جرينش بلجنج ممبرين، يعني فيها تسكير، فيها انسداد في نهايه فتحه الشرج. باول اند سفنكتر تيرن تو نورمال افتر اكسجين، بعد العمليه يوم يقيموا هذا الغشاء ترجع الامور ايش؟ عادي. هذا نوع. النوع الثاني ريكتوبرينيال فيستولا، يكون في فيستولا بين الريكتم وبين البرينيوم، بين الريكتم وبين البرينيوم. ايش البرينيوم؟ نذكركم فيه، بين الريكتم المنطقة اللي بين الريكتم وبين التستس، بين الخصيتين او السكروتم، هذا بسموها منطقة البرينيوم اللي هي منطقة العجان. والشق هذا اللي بين الخصية وبين الركتم، بين الانس فتحة الشرج، هذا بسموه شق العجان. يبقى هذه منطقة العجان بسموها برينيوم، اللي هي المنطقة بين الانس وبين ايش؟ التستس او السكروتم، او بين التستس بقصدي بين الانس وبين اللي هو الفاجاينا. ريكتوبرينيال فيستولا، في فيستولا بتكون بين الريكتم، قناة توصل بين الريكتم وهذا تفتح على وين؟ في البرينيوم اللي هي في منطقة العجان. اكسلنت فانكشن، المصير او العملية بتكون او ممكن هذا العمل العملية وتكون ناجحة. انال اتريزيا اند ستينوزز، هذه الانس فش الانس، انال اتريزيا اند ستينوزز، يا بتكون الانس اتريزيا مسكره يا اما فيها ستينوزز. كومبليت اوبستراكشن اتريزيا اور ستينوزز ديكريز ان كاليبر، يعني صغر في قطر القناه اللي في الانس. از بريزنت ابروكسيميتلي 2 سنتي اباف ذا انال اوبننج، وين موجود هذا التسكير او هذا الضيق؟ 2 سنتي، بعيد 2 سنتي لجوه في الانس، يعني مش بظهرش على الجلد، بظهرش من برا، مش من برا، على عمق 2 سنتي داخل الانس. يبقى انال اتريزيا اند ستونز، يا بكون اتريزيا لو كومبليت اوبستراكشن، انسداد كامل في الانس، او بكون ستينوزز لو ضيق في الانس على بعد 2 سنتي من الانال اوبننج. امبير فوريت انس وذاوت فيستولا،
امبرفوريت انس بدو وذاوت فيستولا انال اجنيزيس ريكتم از كومبليتلي بلايند يعني مسكر على الاخر كومبليتلي بلايند بلايند يعني مش يعني انه مغلق تماما انت 2 سنتي فروم برينيوم على بعد 2 سنتي من وين من البرينيوم انت ستار اوبستراكشن اوف كيز اف نو اسوشيتد فيستولا اذا كان فيش فيستولا فبكون كومبليت انتستاينال اوبستراكشن انو ريكتال مالفورميشن وذ يوريتيركتو يوريناري فيستولا ان ميل ممكن يكون مشاكل انو ريكتال مالفورميشن معها اللي هو ريكتو يوريناري فيستولا يكون في مست فيستولا بين الريكتم وبين اللي هو المثانه او بين الريكتم وبين قناه مجرى البول ريكتو يوريناري فيستولا ان ميل كلينيكال مانيفستيشن هذه الانواع هذه ايش التايبس of anorectal malformation يبقون imperfected anal membrane او rectobrenial fistula او anal atresia and stenosis او imperfected anus without fistula او anorectal malformation with rectourinary fistula in male clinical manifestation absence of anal opening فش فتحة الانس stimulation of perineum leads to Buckering, stimulation of anus, lead stimulation of perineum leads to buckering. يعني لما نعمل تنشيط ومنطقة البرينيوم اللي هو العجان بهذا هذا كلام إلى إيش buckering. Buckering معناها الثنايا تمام بصير لها إيه الثنايا وتجعيد في منطقة العجان. misplaced in the opening ممكن تكون misplaced يعني في غير محلها misplaced في غير محلها ممكن تكون الانس في غير محلها thermometer small finger or rectal tube cannot be inserted into the rectum بيجي جربه حط الثيرموميتر او يحاول يقيس الحراره من الريكتم بتلاقي بتدخلش الثيرموميتر ولا بتدخل الاصبع الصغير ولا بتدخل ايش الريكتال تيوب القناه اللي هو قصدي الانبوبه تبعت الانما ريكتال تيوب ميكونيوم ستول از ابسنت اور ديليد يا بكون فيش ميكونيوم يا بكون بتاخر نزول الميكونيوم ستول باس باي واي اوف ذا فاجينا ممكن الستول ينزل عن طريق الفاجينا او عن طريق اليوريثرا عن طريق الفاجينا في الاناث وعن طريق اليوريثرا قناه مجرى البول في الذكور مي ابير از جرين تينجد يورين بكون بول بقطع خضار جرين تينجد يورين يعني بول اخضر اكر green tint urine bowl اخضر اكر progressive abdominal distension انتفاخ في البطن بزيد حدته fistula is likely to be present ممكن تصير في fistula و vomiting of infant is fed لما بيضع الطفل بينتج يبقى مره ثانيه ايش بيكون manifestation absence of inner opening ممكن يكون فيه ايش فتحه misplaced inner opening او الفتحه بتترجم في غير محلها او الانال اوبننج بتكون نير ذا فاجينال اوبننج ان فيميل او بتكون فتحه الشرج جنب اللي هو المهبل في الاناث والثيرموميتر تحاول تقيس الحراره على طريق الشرج ما تدخلش الثيرموميتر ولا اسمه الفنجر ولا الريكتال تيوب الميكونيوم ممكن ما ينزلش الميكونيوم او يكون يتاخر نزول الميكونيوم الستول ممكن ينزل عن طريق اللي هو الفاجينا او اليوريثرا عن طريق الفاجينا في الاناث وعن طريق اليوريثرا في الذكور ايش البول لون بقول لك بقول لون البراز زي البول اكرمكم الله بول اخضر زي لون البول الاخضر العكر لون البراز بكون اخضر عكر زي لون البول الاخضر العكر بروجريسيف ابدومينال ديستنشن اللي هو تفاقم حد انتفاخ البطن فيستولا از لايكلي تو بي ابسنت فيستولا ممكن تكون مش موجود فيستولا از لايكلي تو بي بريزنت ممكن فيستولا تكون موجودة في فيستولا vomiting if infant is fed بعد الضاعة طيب management imperforated imperforated anal membrane لو كان في النوع الأول هو imperforated anus membrane أو imperforated anal membrane وجود غشاء يعني الفتحة هو الفتحة من تحت مسكرة بغشاء على بعد 2 سنتي Excision, absence of our internal and external sphincters are intact. وتكون هنا اللي هو العضلة
اللي هو القابضة الداخلية والخارجية فتح الشر سليمان سو يوجو الكويس قل لي من برين اكسجين فروم ذا انال اوبنينج بنعمل هالغشاء اللي بغطي ومسكر الفتحة الشرج من برا بيتم استئصاله. هذا ايش؟ لما تكون العضلة القابضة تبعت اللي هو الانس الانترنال اكسترنال سفنتر ار انتكت يعني سليمات البيرد ات بيرث نو كولوستومي ريكويرد على طول بعد الولادة بنعمل العملية هذه بنعمل استئصال الممبرين الغشاء هذا اللي مسكر الفتحة الشرج وبحتاج كولوستومي. ايش معنى كولوستومي؟ اوبننج ان ذا كولون. لو كان في انال ستينوزز والانترنال اند اكسترنال سفنكترز ار انتاكت يعني العضله الداخليه والخارجيه للانس سليمات سوجن تريد وذ دايلاتيشن بيعملوا توسيع اوكي جنرالي ريكويرز مايوتومي لو كاتنج اوف انال مصل يعني بصير لو ما لو هذا ما نفعش الدايلاتيشن او التوسيع ايش بيعملوا؟ من حين لاخر تلزم اللي هو العضله الموجوده عضله الانس بصير فيها كاتنج تمزيع في العضله الانس وتغريز بالعرض مشان توسع تريد اتبيث نوكولوستوم ريكوارد. ممكن القلب يتعالج العمليه هذه بعد الولاده ومحتاجش نورمالي كولوستوم يبقى هنا الانستنوز بتم دايلاتيشن توسيع او ممكن اللي هو بين ما بين الفينه والاخرى من حين لاخر يعملوا مايوتومي اللي هو كاتنج اوف ذا انال مصل. امبرفرت انس انال اجينيسيس اتريزيا ديب سيرجري وذ كولوستومي. هذا يبقى عمليه مع كولوستومي. هذا عمليه مع ايش؟ كولوستومي. عمليه في البطن بفتح البطن ديب سيرجري وذ كولوستومي او ابدومينيوري برينيوم اوبريشن نيرسينج انترفنشن. يبقى ايش النوع اللي بحتاج كولوستومي فيه؟ النوع الاول انفراد دينا الممبرين بحتاجس ايه الاستنوز بحتاج كولوستومي. اللي بحتاج كولوستومي اللي هو امبرفريتد انس انال اجينيسيس انال اللي هو اتريزيا نيسك انترفنشن بري اوبرتيف مينتينج ستابيليتي بيفور سيرجري. يعني انت تعمل يعني تعطي المريض سواء له تغذيه او اخره وريديه يعني ايش بتضمن استقرار او تحسن الحاله الصحيه للمريض قبل العمليه بري اوبراتيف مينتيننج ستابيليتي تحسن صحه المريض قبل العمليه بوست اوبراتيف بريفنتينج انفكشن اوف سوتشر لاين. بدك تحافظ على انه ما يصيرش او تمنع حدوث التهاب الغرز بوست اوبراتيف بريفنتينج انفكشن اوف سوتشر لاين preventing skin breakdown تحافظ على سلامة تمنع اللي هو تكسر وتهتك الجلد تحافظ على سلامة الجلد maintaining fluid and electrolyte imbalance تحافظ على توازن السوائل والأملاح strengthening coping يعني هذا يتعزز التكيف والتأقلم مع الوضع الجديد مع حالة الكولوستومي لأنه بنعمل الكولوستومي يبقى بدك تعزز عملية التأقلم والتكيف مع اللي هو وجود اللي هو الكولوستومي providing appropriate care for definitive bull through surgery تقدم العناية التمريضية بالحالة اللي هو اللي في الأول بنعمل كولوستومي بنعمل للمريض عملية بيعملوا له كولوستومي وبعدك بيعملوا عملية ثانية بسكروا الكولوستومي وبكون بعد العملية اللي في الريكتم بيعملوا عملية في الريكتم كولوستومي عبين المستشفى منطقة الريكتم بسكروا الكولوستومي providing appropriate care for definitive bull through surgery. شابتر 6 حنبدا فيه بيدياتريك رينال اند جينيتو يورينري ديسوردرز اكيوت ديسوردرز. اول موضوع اكيوت جلوميرولو نفرايتس التهاب الكلى الحاد اكيوت جلوميرولو نفرايتس. الان في شابتر رقم قديش؟ شابتر رقم 6 اكيوت جلوميرولو نفرايتس. اكيوت جلوميرولو نفرايتس is a broad term you describe severe disease process that result in glomerular injury. يبقى هنا بصير وين الانفلاميشن المشكله وين المرضيه في الجلوميرولاي في الجلوميرولاي وانتو خدتوا في الاناتومي اند فيسيولوجي اوف يورينري سيستم
يبقى اكيد جلوميرولونفرايتس بتكون وين المشكله المرضيه في الجلوميرولاي. الجلوميرولار انجري از ذا ريزلت اوف انتيجين انتي بادي ديبوزيتس، هذا ناتج عن تفاعل الانتيجين انتي بادي. بعد واحد ما يصاب بالتهاب في الحلق او في اعلى الجهاز التنفسي او دوامل في الجلد ممكن يصير زي قصه الروماتيك فيفر، يصير انتيجين انتي بادي ديبوزيتس وذ الجلوميرولاي اللي هو تفاعل الانتيجين وانتي بادي. ايش الانتيجين؟ اللي هو الاجسام او ما تبقى من اجسام البكتيريا او سموم البكتيريا، الجسم بيعملها انتي بوديز بتتفاعل مع بعض وبيعملوا وبترسب بصير ترسيل الانتيجين انتي بادي في الجلوميرولاي. It occurs most frequently in school age children، بيحصل اكثر حاجه في الطلاب او في الاطفال في سن المدرسه. Is rare in children younger than age 2، نادر ما بصير في الاطفال اللي اقل من سنتين. And occurs more frequently in males than females، وبيحصل عاده في الذكور اكثر من الاناث. الجلوميرولونفرايتس ايش بتصيب؟ الجلوميرولاي عباره عن ايش؟ بنتج عن ايش؟ انتيجين انتي بادي ديبوزيتس وذين ذي جلوميرولاي. بصيب اكثر حاجه من السكول ايج تشيلدرن، ونادر ما بصيب الاطفال اقل من سنتين، وبيحصل في الذكور اكثر من الاناث. كلينيكال مانيفستيشن انست يوجوالي 10 20 دايز افتر اكيوت فارنجايتس، يبقى ممكن تصير الاعراض بعد 10 ل 20 يوم من الاصابه بالتهاب البلعوم او الابر ريسبيرتوري تراكت انفكشن. ان ستريبتوكوكال سكن انفكشنز او التهابات في الجلد اللي هو سببها الستريبتوكوكاي، ذا لاتنسي بيريد مي بي از لونج از 6 ويكس، يعني المده اللي هو الاعراض بعد 10 ايام ل 20 يوم، وممكن يصير ولا 6 اسابيع 42 يوم ل 40 يوم بعد الإصابة بالتهاب البلعوم أو الحلق أو الأبر ريسبيرتوري. سايز أند سيمبتومز، إيش الأعراض؟ يورينري سيمبتومز ديكريز يورين أوتبوت اليوريا، قلة إيش؟ كمية البول بتكون قليلة. بلادي أور براون كلر يورين، بيكون البول لونه أحمر داكن أو رمادي. أحمر داكن أو رمادي. يسموه سموكد يورين لأن الدقان. بلادي أور براون كلر يورين، إديمة تورم خاصة في الأطراف السفلية. بريزنت إن موست بيشنتس، إديمة في غالبية المرضى والأطفال بيكون في إديمة. يوجوالي مايلد، تكون مايلد إديمة. كوميلي مانيفيست باي بيري أوربيتال إديمة إن ذا مورنينج، إيش بتظهر؟ إيش اللي بيخلي الأطباء والأهل يشكوا إنه الطفل لما بقوم من النوم بيكون في تورم، تورم ايش؟ حول العين في الجفون، تورم الجفون في الصباح، تورم الجفون. كوملي مانيفيست باي بيري اوربيتال اديما ان ذا مورنينج. مي ابير اولي از رابيد ويت جين، بصير وزنه بزيد من الاديما. مي بي جنرالايزد اند انفلونسد باي بوستشر، ممكن الاديما هذه تكون عامه في الجسم او تاثر بوضعيه الجسم. هايبرتنشن ارتفاع الضغط، مليز الشعور باللي هو الارهاق، بشعر انه مكسر، انه جسمه تعبان وما بذلش مجهود، مليز. مايلد هيديك صداع، وغاستروستاينال ديستربنسز يبقوا الاعراض في الامتحانات كثير. يبقى الاعراض يورين اوت بوت ديكريز او اليوريا بلادي اور براون كلر يورين، اديما ايضا جنرالايزد اور في الاكستريميتيز، بكون بيري اوربت الإديمة، تورم في حوالين في الجفون في الجفن حوالين العين. بصير رابد ويت جين، وزنه بزيد مع احتقان السوائل والإديمة. هايبرتنشن ارتفاع الضغط، مليز، مايلد هيديك وغاستو ديستربنسز. دياجنوستيك ايفاليوشن دغري يورين اناليسيس، فحص البول. ايش بتلاقي فحص البول العادي؟ اوليجيوريا، قلت التبول، قلت كميه البول. هيماتوريا، دم في البول. سبيسيفيك جرافيتي مودريتلي اليفيتد، الكثافه النقيه للبول بتكون ايش؟ عاليه. بروتينوريا، زلال في البول او بروتين في البول. لو يورينري صوديوم، بكون الصوديوم في البول قليل. اليفيتد بلاد يوريا نيتروجين، اليوريا بتكون عاليه. اند كرياتينين، بخذ العينه الدم وشوف الانتي ستريبتولاسين او تايتر بتلاقيه اليفيتد. ايش الانتي ستريبتولاسين او تايتر؟ الانتي بادز اللي بنتجها الجسم
الاجسام البكتيريا لما تبقى من جسم البكتيريا او التوكسز لانتيجين بنسميه انتي ستريبتولايسين او تايتر، يعني مضاد للستريبتوكوكاي. انتي ستريبتولايسين او تايتر بنلاقيه مرتفع، ولما دائما تشوف انت الانتي ستريبتولايسين او تايتر عالي بقول في التهاب بكتيري في الجسم. لما تشوف تسحب عينة الدم وتلاقي الانتي ستريبتولايسين او تايتر عالي بقول في التهاب بكتيري من الستريبتوكوكاي في الجسم او السي رياكتيف بروتين. مانجمنت في غلط صح، السي رياكتيف بروتين البروتين في البكتيريا اسمه سي، يعني فبقول سي رياكتيف بروتين بوزيتيف. مانجمنت انتيبايوتيك ثيرابي بي انيشيت، على طول انتيبايوتيك، ويفضل استخدام البنسلين برقيين ابره او ابرتين في اليوم عضلي. اذر مانجمنت از موست سيمبتوماتيك، بعد هيك العلاجات او الادويه اللي باخذها للاعراض. Salt and fluid intake should be restricted during the acute phase of the disease. في المرحلة الحادة من المرض بنلاقي نقلل من المرض، يقلل من تناول الملح والسوائل. Salt and fluid intake should be restricted. Diuretics should be administered if significant edema or hypertension develops. إذا كان في عند المرض hypertension أو عنده edema بياخذ له diuretics، ومنها اللازكس. واللازكس لانه مدير للبول، يبقى بناخذ بنقلل من الملح ومن السوائل في المرحله الحاده، بنعطي المريض دايرتكس مدرات للبول اذا كان في هايبرتنشن او اديما. اما اذا كان فيش اديما ولا هايبرتنشن بنعطوه دايرتكس. رينال بايوبسي مي بي انديكيت اف ذا تشايلد داز نوت ريكفر فروم ابرنت كي اكيوت بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونفرايتس. إذا كان والله ما المريض ما شافيش بناخذ ايش عينة بيوبسي من الكلى، الكلية كومبليكيشنز المضاعفات هايبرتنشن هايبرتنسيف انكيفالوباثي ارتفاع الضغط الناتج عن مشاكل في الكلية هايبرتنسيف انكيفالوباثي، وبس ممكن أثر على الدماغ. يعني هايبرتنشن النتيجة اللي هو الجلوميرولونفرايتس ممكن يأثر على الدماغ، بنسميه هايبرتنسيف انكيفالوباثي. لما الهايبرتنشن ارتفاع الضغط يأثر على الدماغ بنسميه هايبرتنسيف انكيفالوباثي. لما يأثر على المخ، لما هايبرتنشن يأثر على المخ بنسميه هايبرتنسيف انكيفالوباثي. هارت فيلر ومضخ القلب، يوريميا ارتفاع نسبة اليوريا في الدم، وانيميا فقر دم. يوصلنا المحاضرة القادمة حنتكلم عن النفروتيك سندروم. المحاضرة القادمة حنتكلم عن النفروتيك سندروم وعن يونت تراكت انفكشن، ونستكمل المواضيع الأخرى ذات العلاقة باللي هو جينيتو يورناري تراكت. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.